الاسم ديالي أمير القبابي، 23 سنة، عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سلا، وكذلك عضو حركة 20 فبراير التنسيقية ديال سلا، وعضو النهج الديمقراطي الجنة المحلية أو شبيبة فرع سلا. هذا الفيديو هذا هو محاولة ديال الرد على واحد الفيديو داروا الموقع ديال واحد الحوار داروا موقع ديال بديل مع أمير البارودي، اللي بطبيعة الحال اللي قصدني أنا كشخصيا، وقال بأنه أنا الاسم ديالي أمير الخلفي، بالعكس أنا اسم ديالي أمير القبابي. وجا واحد الهجوم ديالو اللي سخروا من طرف المخزن، واللي تيقول فيه بأنه أنا ما كنتش معطل، بصح أنا ما كنتش معطل في هذيك اللحظة، ولكن أنا كنت مراسل ديال جريدة النهج الديمقراطي، وقمت بالتغطية والتصوير ديال التصوير الصحفي كيف ما العادة. ثانيا الرواية الخطيرة اللي أخطر منها كتتهمني بأنني أنا تنشغل مع البوليزاريو، وتقول بأنه أنا ترسل لهم فيديوهات. أنا هذه الروايات هذه مجرد روايات اللي هي كاذبة، وبطبيعة الحال أنا المهنة ديالي انفوغرافيست وما تنشغلش مع البوليزاريو، ولكن عندي واحد القناعة بأنني أنا في القضية، خصوصا القضية ديال الصحراء الغربية، أنا تنقول بأنه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. بطبيعة الحال هذه قناعات مترسخة لدي، وتنتحمل جميع المسؤوليات في ذلك. هدر كذلك على بأنني أنا تنهجم عليه، وهذا مجموعة من ديال الأكاذيب والروايات المغلوطة، بالعكس هو اللي تيتهجم علينا وتيتهجم علينا من الخلف، وكذلك تيسخروا المخزن وتيعطي مجموعة ديال الأموال اللي تيحرك بها كذلك الدراري الآخرين اللي تيتهجم بهم على الشباب ديال حركة 20 فبراير أو حركة 20 فبراير. بطبيعة الحال قال مجموعة ديال الروايات كذلك على حركة 20 فبراير، قال عليها بأنها باش بغى يضربني. بطبيعة الحال جاني من الخلف ديالي، أنا كنت نصور تندير التغطية الصحفية للمراسل ديال جريدة النهج الديمقراطي، جا ضربني من الوراء ديالي. أنا تنتفاجأ كيف حالك، طاحت الكاميرا، من تحت الكاميرا هزوها هذيك الساعة البوليس اللي كانوا هذيك الساعة حداه، هما اللي مصيفطونهم ليا المخزن، بطبيعة الحال هو اللي مصيفطو، خداو كارت ميموار. لحد الان باقي ما رجعش لي هذيك كارت ميموار. بطبيعه الحال انا كنت هذيك الساعه باقي الله بغيت نصور، ما خدات حتى شي صوره. قام كذلك بتعرض لي مرارا وتكرارا على المستوى ديال سلا او ديال الرباط. بطبيعه الحال وضعت شكايه للجمعيه المغربيه، وما يمكنش بانك باش ديكلاري به بانه هو مسخر المخزن وبانه هو اللي باعته المخزن، وما يمكنش انك تمشي تشكي انت عن المخزن. وضعت شكايه للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان الفرع ديال الرباط في المكان ديال الحديد، اتجهت هذيك الساعه لهذا تنشكي به هذيك الساعه. ما شو سميتو، ما لحد الان ما تنوضعوا شكايات كذلك انا تنعتبره كبلطجي مسخر، ماشي غير هو مجموعه ديال الشباب اللي خدم بهم المخزن في واحد الفتره، ومجرد بانه غير سالت هذيك الفتره بانه لاحهم كمجموعه ديال الشباب، ما كاينش غير هو، كاين مول شاكور، كاين مجموعه ديال الاسماء. أضف إلى ذلك، قال هذا السيد هذا بأنه متواجد عندي في أحد ديال الأصدقاء ديالي في الفيسبوك، مرارا وتكرارا قام بالإضافة ديالي باش نأجوتي زعما في الفيسبوك، علما بأنني ترفضه، ولا داعي بأنه بلطاجي وعنده اللغة ديال المخزن بأنني باش نضيفه عنده. قال كذلك مجموعة ديال الروايات، قال كذلك بأنني هذيك الساعة كنت مجرد هذيك الساعه فاش كنت ندير التغطيه الصحفيه لجريده النهج الديمقراطي في اليوم ديال المعطلين، قال بانني هذيك الساعه مازال تنقرا في الباك، علما بانني كنت هذيك الساعه في لا دوزيام اني ديال البرونش ديال الانفوغرافي. وقال بانني انايا واخطر من هذا الشيء، قال لك بانه انا تنقوم بالتصوير ديال لي فيديو ديال القمع ديال المعطلين، وتنقول بانه كاين في العيون وهذا، انا تنفند قاعد تنخطأ كاع في هاد الروايات اللي تقصدها هو. انا كشخص وكمواطن مغربي وكعضو في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وكعضو في حركه 20 فبراير، انا تنفند كاع الادعاءات الكاذبه،
واللي تنبغي نقول مؤخرا هو قام بالتهجم عليا في احد في مجموعه ديال قام بالتهجم عليا يعني 5 ديال المحاولات ديال التهجم. قام بالضرب ديالي بشنو سميتو بواحد العصا اللي هي حديديه يعني اضف الى ذلك ومجموعه الى غير ذلك. انا ما تنقومش بالتصوير ديال الفيديو لصالح البوليزاريو وما تنخدمش مع البوليزاريو. انا بالعكس انا متضامن مع انا في القرارات ديالي وفي القناعات ديالي انا كندعو ما كنقولش الصحراء بانها مغربيه، انا تنقول بانه الصحراء راه غربيه وانا مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.